ضيفنا التالي الراصد الجوي ليث العلامي. صباح الخير ليث. هلا يسعد صباحك وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين ومشاهدينا. يصبحك بكل الخير ليث. الحمد لله رب العالمين، بعد طول انتظار بدأنا نشهد ولو كانت يعني بشكل رذاذ أو بسيط جدا هطول للأمطار الناعمة الخفيفة على مدينة طول كرم مع ساعات الصباح الباكرة جدا، ولكن كان الحديث يدور حول أنه فعليا في هطول للأمطار اليوم. احكي لنا عن طبيعة هذه الأمطار، مدى شدتها وقوتها، وهل فعليا رح تستمر لأيام أم راح تكون قصيرة الأمد؟ صحيح، يعني هو من امبارح السبت كان في عنا تأثير لحالة من عدم الاستقرار الجوي، خاصة مع ساعات بعض العصر وساعات المساء، وهطلت الأمطار في مناطق عديدة من شمال ووسط البلاد، كان من أبرزها مناطق مثل رام الله ونابلس وأحياء من جنين، فيما بقيت يعني بقية المناطق دون تأثير يذكر لهذه الحالة. مع هذا اليوم الأحد وحتى يوم غد الاثنين راح نكون تحت تأثير بقايا حال عدم الاستقرار الجو، وبالتالي الفرصة بتكون مهيئة لهطول زخات محلية من الأمطار فوق بعض المناطق. يعني بدنا نحكي أنه فرصة هطول الأمطار راح تكون موجودة، ولكن مش بشكل شامل لمختلف أو معظم المناطق الفلسطينية، راح تكون بمناطق متفرقة عشوائية وبغزرات متفاوتة، يعني ممكن مناطق معينة يجيها أحيانا زخات غزيرة من الأمطار لبعض الوقت، وأخرى يعني ما تشهد إلا زخات خفيفة، لأنه زي ما بنحكي كمان مرة إنها حالة من عدم الاستقرار الجوي، مش منخفض جوي يلي تتميز المنخفضات الجوية بأنها بتكون شمولية أكثر، انتظام أكثر، وبنقدر نحدد بشكل أوضح ما هي المناطق اللي راح تستقبل أمطار. لكن حالة عدم الاستقرار الجوي تتميز بأن الأمطار محلية بتنشأ فوق مناطق معينة مختلفة بدون تنظيم جغرافي واضح. عموما يعني كمان في عنا اليوم وبكرة انخفاض قليل على درجات الحرارة، وبالتالي ممكن نلاحظ خاصة بعد ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل برودة في الأجواء. اعتبارا من يوم الثلاثاء راح ترجع الأجواء لأنها تستقر، ويكون في عنا ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، وهذا الاستقرار غالبا راح يستمر حتى نهاية الأسبوع. طيب يعني امبارح أجواء جميلة جدا شهدتها بعض المناطق، وتم تداول مجموعة كبيرة من الفيديوهات لهطول زخات كبيرة من الأمطار أكيد، بس للأسف عندنا في طول كرم يا ليث كان الوضع مختلف تماما، وكأنها طول كرم مش محسوبة بهالمعادلة. كانت درجات الحرارة مرتفعة أشهد بالله، وكانت الأجواء يعني ورطوبة، يعني تقول كأنه إحنا لساتنا بأشهر الصيف. فطول كرم تحديدا يعني هل ممكن يكون لها نصيب من هالأمطار اليوم وبكرة؟ صحيح اللي ذكرتيه امبارح 100%، حكينا انه كانت المناطق الامطار في مناطق معينة وليست يعني شاملة، يعني كان مثلا في امطار في مثلا بيت لحم، في رام الله، في اجزاء من الخد، في اجزاء من جنين ونابلس، وفي نفس الوقت على سبيل المثال لم تطال الامطار بالخليل او حتى مثلا قلقيلي او طول كرم، وحتى يعني مناطق مثل الداخل المحتل في الشمال هطلت عليها امطار غزيره وعواصف برديه، كانت حبات البرد كبيره جدا. لهيك احنا بنحكي انه هاي الامطار تتميز بانها متفرقه، ما بتكون ضمن حدود جغرافيه معينه، ما بتكون ذات شموليه واسعه. بالنسبه لليوم وبكره راح تظلها الفرصه نفسها والاحتماليه نفسها لخصائص هذه الأمطار، يعني راح تكون ضمن مناطق متفرقة بشكل محلي، يعني حتى على مستوى محافظة طول كرم ممكن بعض أحياء طول كرم يكون في عندها سقوط الأمطار، وأحياء أخرى ما تشهد أي أمطار تذكر. لهيك إحنا بنحكي أن الفرصة موجودة بشكل عام، لكن ما راح تشمل يعني مختلف المناطق، يعني في مناطق راح يكون أو أجزاء من مناطق يكون فيها أمطار وأجزاء أخرى ما فيها أمطار لطبيعة محلية الخصائص المرافقة لحالات عدم الاستقرار الجوي. لكن إن شاء الله بلكي بالأيام الجاية كان عندنا منخفضات جوية بصير إحنا بنقدر نحكي بشكل أكثر موثوقية ووضوح عن المناطق اللي راح تستقبل أمطار. إن شاء الله يا رب العالمين يكون طول كرم لها نصيب من هذه الأمطار. يعني ذكرت مع منتصف هذا الأسبوع يوم الثلاثاء راح تعود الأجواء إلى الاستقرار وارتفاع طفيف على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. يعني هل من المتوقع أنه فعليا ليث مع توقعاتكم ومتابعتكم انه مع مطلع الاسبوع القادم ممكن يكون في هناك انخفاض على درجات الحراره؟
الواضح انه في عندنا استقرار مبدئي خلال نهايه الاسبوع، ممكن يمتد حتى بدايه او منتصف الاسبوع المقبل. هلا الفتره ما بين العاشر من هذا الشهر وحتى منتصف الشهر ممكن ترجع المنطقه تتهيأ لاستقبال حاله جديده من عدم الاستقرار الجوي، لكن حتى الان تفاصيلها ومعالمها غير واضحه، لانه في عندنا فتره زمنيه شوي بعيده، يعني فوق الحمد لله دائما فوق السبع ايام دقه التوقعات بتصير منخفضه، وبتصير في عندنا ارباك في استشعار النماذج الجويه للامطار. لكن مبدئيا انه ممكن خلال فتره منتصف الشهر قبل منتصف الشهر بكم من يوم او يعني حول منتصف الشهر يكون في عندنا حاله جديده ان شاء الله. يعني هاي الحاله القادمه تكون ذات ثبات وتكون افضل بشموليه الامطار المرافقه لها ان شاء الله ان شاء الله. طيب ليث اخر شيء اسمح لي اسالك، بالايام الماضيه كان في هناك ايام عشناها كان في رياح شرقيه قويه اثارت الغبار بشكل قوي، وكان في هناك كثير من الغبار والاتربه يعني ما ارتحنا منها صراحه، وكان شوي بياثر على صحتنا. بس مع هذا عدم الاستقرار الجوي اللي احنا نتعرض له خلال هذه الايام، هل من شانه انه يخفف من هذه الرياح الشرقيه ومن يكون في هناك اثاره للغبار؟ أكيد، لأنه إحنا كنا بالأيام الماضية نتأثر بكتلة شرقية جافة، وهاي الرياح الشرقية بسبب جفافها وسرعتها كانت عاملة على إثارة الغبار والأتربة. لكن مع هاي الأيام تحول مسار الرياح من شرقية أو شمالية شرقية لغربية وشمالية غربية، وبالتالي مسار الرياح اختلف إلى أن يكون أكثر رطوبة، وسرعات الرياح حتى لو كانت أحيانا نشطة لأنها ما بتصير الغبار مثل الرياح الجافة، مع أنه متوقع أن يكون في بعض الفترات اللي بتنشط فيها سرعة الرياح. حكينا أنه من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع راح ترجع الأجواء مستقرة، وهي الأجواء المستقرة برضو راح تتزامن أحيانا بتحول مسار الرياح إلى شرقية وشمالية شرقية، لكن ما في عنا تخوف من سرعات عالية للرياح وبالتالي تشكل الغبار والأتربة. ممكن تصير بشكل محلي أو بشكل مؤقت لكن مش بالشكل اللي كانت عليه خلال الأسبوع الماضي. إن شاء الله خير يا رب العالمين، وإن شاء الله يعني التوقعات تكون بمحلها ويكون في عنا فعليا هطولات أو منخفض جوي لربما يكون أشمل وأوسع لهذه الهطولات للأمطار. كل شكر لك يا راصد الجوي ليث العلامي، كنت بأيان في أولى محطاتنا لليوم من برنامج طلة فجر والحديث عن طبيعة هذه الأمطار اللي تم الحديث عنها بأنه هناك فرص لهطول زخات محلية من الأمطار. مثل ما ذكر ليث يا جماعة هذه الأمطار غير شمولية للعديد من المناطق، إنما تكون بمناطق دون عن الأخرى. يا رب العالمين الحمد لله، إن شاء الله يا رب هذه الأمطار تحمل مع حباتها كل أخبار الخير والبركة والمحبة يا رب العالمين. متواصلين معكم.